هناك العديد من أنواع الأسماك في العالم التي قد تختلف في خصائصها وميزاتها وأيضا في أسعارها، إلا أن هنالك أسماك لتكلفة عدة سيارات باهظة الثمن. لهذا وفي هذا الفيديو سأقدم لكم 7 من أفضل وأغلى الأسماك في العالم. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على رسول الله. في المرتبة 7 سمكة كالوغا. في عام 2014 قام الصيادون الصينيون باصطياد سمك كالوغا الذي يعتبر من أغلى الأسماك في العالم، كما أنه من أنواع الأسماك النادرة. هذا النوع من السمك يمكن أن يصل وزنه إلى حوالي 617 كيلوغرام، ويستوطن سمك كالوغا الأنهار. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الشيء الأكثر قيمة لهذا النوع من الأسماك هو كافيار السمك، إذ يمكن أن تصل تكلفة السمكة الواحدة إلى حوالي 200,000 دولار، وتؤخذ الأسماك على الفور إلى المراعي الخاصة بها. في المرتبة 6 سمك الحفش الروسي. يعتبر سمك الحفش الروسي أيضا من أغلى الأسماك في العالم، وقد تم القبض على أكبر عينة من سمك الحفش الروسي في عام 1934، وقد بلغ وزن السمكة حوالي 1300 كيلوغرام. وبعد تنظيف سمكة الحفش الروسي تم الحصول منها على حوالي 225 كيلوغرام من الكافيار. ومتذوقي الطعام ذو الخبرة لا يتصورون قائمة الطعام بدون هذا المنتج، إذ أن الكافيار الأسود يمثل جزءا من العديد من الأطباق، ويمكن أن يؤكل بشكل منفصل. وفي السابق كان الكافيار كثيرا لدرجة أنه كان يؤكل بالملاعق، ومع ذلك فإن هذا الوقت قد مضى، والآن لا يستطيع البيض أن يتحمل الجميع لقلة كميته. في المرتبة 5 السمك البلاتيني. يقع السمك البلاتيني ضمن قائمة أغلى الأسماك في العالم بسبب مظهره الإبداعي الفريد من نوعه، إذ إن لون السمك البلاتيني نقي لا تشوبه شائبة، والجسم تغيب منه البقع تماما، والذي يعد أمرا نادرا حقا، حيث توجد بعض العيوب في جميع أسماك النهر تقريبا. والجدير بالذكر أن هذا السمك الآن مملوك لهاوي سنغافوري، وقد قال صاحب السمكة إنها لا تباع مقابل أي نقود، كما رفض جميع العملاء الذين يرغبون في شراء سمكة البلاتين، وقال إن سمكة البلاتين تعتبر تحفة فنية. رابعا سمكة التونة. في اليابان كان هناك 3 عينات من سمكة التونة، والتي كان لها أوزان مختلفة، وكانت تباع في مزاد. وقد كانت العينة الأولى من سمكة التونة عملاقة، وبلغ وزنها حوالي 269 كيلوغرام، وقد استلم البائع حوالي 730,000 دولار، بينما بلغ وزن العينة الثانية من سمكة التونة 200 كيلوغرام، وقد بلغ سعرها حوالي 230,000 دولار. كما أن السمكة الأصغر من عينات سمكة التونة بلغ وزنها حوالي 108 كيلوغرامات، وطلب البائع فيها 178,000 دولار، واستغرق المزاد حوالي 5 دقائق فقط. في المرتبة 3 سمك القاروص. هناك عدة أنواع من سمك القاروص، ومن هذه الأنواع سمك القاروص المخطط، وسمك القاروص ذو الفم الصغير، وسمك القاروص الأوروبي، وأيضا القاروص المرقط. يتواجد سمك القاروص في المياه العذباء أو المياه قليلة الملوحة، ويمكن أن يصل أكبرها إلى حوالي 15 كيلوغرام في الوزن، وهناك إقبال كبير من المستهلكين على هذا النوع من الأسماك. في المرتبة 2 سمكة التونة ذو الزعنفة الزرقاء. تعتبر سمكة التونة ذو الزعنفة الزرقاء من الأسماك العملاقة، وكانت تباع في اليابان بحوالي 1.76 مليون دولار، وقد تخصصت اليابان في إعداد السوشي من هذا النوع من الأسماك. وتعد التونة في اليابان أساس للعديد من الأطباق اليابانية، ويفضل السكان المحليين السوشي المصنوع من هذا النوع من الأسماك. أما في المرتبة الأولى قرش النمر. يعتبر سمك قرش النمر من الأسماك المفترسة الخطيرة للغاية، كما أنه من أغلى الأسماك في العالم. فعلى سبيل المثال، قد يدفع أحد مشتري سمك قرش النمر المتعطش للدماء حوالي 12 مليون دولار لشراء واحدة من هذه الأسماك المفترسة.